لو اتكلمنا عن التبغ فاحنا بنتكلم عن اكتر النباتات استهلاكا واستخداما في العالم، واحنا هنا بنتكلم على نبات تم استخدامه من العصور ما قبل التاريخ لحد عصرنا ده، عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاي اي. وطبعا في علوم كتير بتدرسه زي علوم النبات وعلوم الكيمياء. دلوقتي النبات ده بيحتاج زراعه معينه ومعالجه خاصه عشان يبقى صالح للاستهلاك، على عكس زمان ما كانش بيتم استخدامه واستهلاكه بالطريقه اللي احنا بنستخدمه بيها دلوقتي. كانوا بيستخدموه بطرق مختلفه، زي مثلا كانوا بيعملوه زي الشاي او بيتنقع او بيتمضغ او حتى بيطحن وبيتحط في المناخير. ومعدل الاستهلاك زاد بطريقه ملحوظه من اول نص القرن العشرين، والماده اللي موجوده في النبات ده وديته اهميه هي ماده النيكوتين اللي موجوده في نبات التبغ. ومن الغريب لما تعرف ان زمان كانوا بيستخدموه على انه نبات طبي، يعني مثلا كان بيتعمل بيه كمادات او بيتحط على الالتهابات او حتى بيتعمل حقن شرجيه. تخيل تبقى بطنك وجعاك وتروح للدكتور يقولك انت محتاج حقن شرجيه، روح هات لي سيجار. انت هتعمل ايه يا دكتور؟ هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ وبرضه لو اتكلمنا زمان فهو كان النبات ده مرتبط بالحفلات المقدسه والروحانيات. لو عايزين نعرف امتى اول مره تم استخدام النبات ده، فالعلماء بيقولوا ان اول مره تم استخدام نبات التبغ من 50,000 سنه قبل الميلاد، وكان في قاره استراليا زي ما ذكر في كتاب التبغ في الحضاره والتاريخ. ومن سنه 15,000 ل 10,000 قبل الميلاد سكان امريكا الشماليه اللي هم قريبين من القطب الجنوبي، العلماء برضو بيقولوا ان هم بداوا يستخدموا نبات التبغ بس كان نوع بري، وان اقدم بقايا تبغ العلماء اكتشفوها على وجه الارض كانت موجوده في كهف في المكسيك تقريبا عمرها 14,000 سنه قبل الميلاد. وبدا انتشار النبات ده في العالم لما كريستوفر كولومبوس راح اكتشف الامريكتين وامر اتنين بحاره اللي هم يروحوا يكتشفوا كوبا، وهناك شافوا السكان بيدخنوا لفافات من التبغ. ولما البحاره كانوا بياخدوا هدايا من السكان الاصليين كان من ضمن الهدايا دي التبغ، وتم زراعه التبغ في فرنسا لاول مره بهدف التجاره سنه 1555. كانوا ساعتها بيبصوا عليه ان هو نوع من انواع النباتات الطبيه، لدرجه ان ابن ملكه فرنسا في الوقت ده كان بيعاني من الصداع النصفي، فطبيب الملكه كتب وصفه لابنها عشان يعالج الصداع ده، والوصفه دي كان موجود فيها التبغ. وبسبب انتشار الزراعه الرهيب اللي حصل في الوقت ده في بعض الدول حظرت زراعته زي الدوله العثمانيه، وفي اسبانيا مثلا وفرنسا تم احتكار زراعه التبغ للحكومه بس، وفرضوا ضرائب جامده جدا على استيراده. وفي الوقت ده الكنيسه طلعت مرسوم ان رجال الدين ممنوع خالص اللي هم يدخنوا لفافات التبغ في الاماكن المقدسه والكنيسه. وبسبب استهلاك وانتشار التبغ بطريقه كبيره تم اختراع الكبريت، وتم اختراع كمان ورق البفره. والمدهش ان اللي اخترع ورق البفره كان جندي مصري موجود في تركيا. ساعتها بقى كان في شركات كبيره عايزه تعمل اي حاجه عشان تزود الاستهلاك وتزود الربح بتاعها، وده اللي خلاهم يكتشفوا طريقه ان هم يستخرجوا ماده النيكوتين من نبات التبغ وبعد كده يضيفوه، بس هيزودوا حاجات صناعيه وكيميائيه بحيث ان هي تسبب نوع من انواع الادمان، وان الجسم يمتص النيكوتين بطريقه اسرع، فبالتالي المستهلك يدخن اكتر. ومن اشهر الشركات دي طبعا فيليب مورس. المرحله دي التبغ اتقسم نصين، نص فضل طبيعي وبالطرق التقليديه اللي احنا بنقول عليه دلوقتي سيجار، والنص الثاني اللي هو مضاف عليه مواد كيميائيه ونيكوتين صناعي اللي احنا بنقول عليه سجاير. وهنا هنكمل مع النص اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده اللي هو السيجار. كلمه سيجار اصلا بعض المؤرخين بيقولوا ان اصلها كلمه سيكار او تدخين في لغه الماي، وفي بعض الروايات بتقول ان اصلها كلمه سيجال اللي بالاسباني معناها جراد عشان شكله وحجمه بيبقى شبه الجراد. والسيجار زمان ما كانش بيتلف بالطريقه اللي احنا عارفينها دلوقتي، كان بيتلف مع ورق الذره، واول مره اتلف بالطريقه اللي احنا عارفينها دلوقتي اللي هي غلاف وبايندر وفيلر كان في اوائل القرن ال 18، وما كانش بيتصنع غير في كوبا بس، وكان للناس الاغنياء جدا، وكانت اسبانيا بتاخد كل انتاج السيجار من كوبا، ولحد دلوقتي اسبانيا اكبر مستورد للسيجار على مستوى العالم من كوبا. وبعد فتره تم تصدير السيجار الكوبي لهولندا وفرنسا وروسيا والمانيا، وبسبب انتشار التدخين السيجار بشكل كبير بنوا غرف مخصصه للتدخين السيجار في الفنادق مثلا او في النوادي، حتى في هدوم معينه اتصنعت بس عشان الناس اللي بيدخنوا السيجار زي البدله السموكينج، كان اللياقه بتاعتها من الحرير بحيث ان القش لما يقع على الهدوم يقع اللياقه الحرير فيتزحلق فما يلزقش في الهدوم وما يبهدلش البدله. في اواخر القرن ال 18 تم انشاء مصانع لف السيجار في امريكا، وكانوا بيقولوا على السيجار ان الورق بتاعه كله من كوبا، كانوا بيقولوا عليه هافاناس، واللي انشق منها كلمه هافانا اللي لحد دلوقتي اي سيجار من كوبا بنقول عليه هافانا. وبقى السيجار رمز للمكانه الاجتماعيه والمثقفين والساسه وحتى المشاهير. وعايز اقول لك ان في نهايه القرن ال 19 كان في حوالي 7000 مصنع للسيجار بس في امريكا، وكان الاستهلاك السيجار وصل للبيك بتاعه لحد ما تم اختراع السيجار، وده اللي خلى مدخنين كتير يروحوا من السيجار للسجاير بسبب تكلفتها العاليه، وان السيجاره بتبقى حاجه صغيره وما بتاخدش وقت في التدخين وسهله ممكن تدخنها في اي وقت. ولحد وقتنا ده فضل السيجار متمسك بالطرق التقليديه بدون اي مواد كيميائيه محطوطه فيه او حتى تصنيع بالالات، وفي انواع كتير منه زي الانواع اللي من كوبا او من نيكاراجوا او من الدومينيكان، وان كل نوع من البلاد دي بيتميز بطعم مختلف وايحاءات وتجربه خاصه بيه. ودي تقريبا كان ملخص سريع كده عن تاريخ التبغ والتطورات اللي حصلت في الصناعه بتاعته لحد وقتنا ده، ودي كانت اول حلقه من حلقات الحكايه. لو في حاجات عايزين نتكلم فيها اكتبوا لي في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو برده اكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد.